أناب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل تخريج الفوج 13 من طلبة البكالوريوس بجامعة AMA الدولية البحرين، وذلك بحضور سعادة السفير أمابيل أجيلوس الخامس مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون الرئيس الفخري لمنظومة AMA التعليمية ورئيس جامعة AMA العالمية، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى الطلبة الخريجين وعائلاتهم وتمنيات سموه لهم بدوام النجاح والتوفيق. وأشاد سموه بما تشهده مسيرة التعليم في مملكة البحرين من تطور مستمر يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يضع تطوير التعليم في مقدمة اهتمامات برنامج عمل الحكومة كمرتكز للنهوض بمسيرة التنمية الشاملة وتعزيز إسهام أبناء المملكة في تقدم الوطن وازدهاره. ونوه سموه بالمستوى المتقدم من الكفاءة والثقة الذي حققته المنظومة التعليمية في مملكة البحرين بفضل الاهتمام بضمان جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية في استراتيجيات وبرامج التعليم، فضلا عن إتاحة المجال أمام الاستثمار في التعليم بكافة مراحله بهدف تقديم نوعية متميزة من التعليم تسهم في بناء القدرات وتخريج أجيال قادرة على المساهمة بفعالية في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة. وأشاد سموه بحرص جامعة AMA الدولية على ترسيخ نهج البحرين في الالتقاء بجودة التعليم الجامعي من خلال ما تقدمه من نموذج علمي وأكاديمي متميز يقوم على تهيئة خريجيها في كافة التخصصات والبرامج للانطلاق بثقة نحو تحقيق الأفضل في حياتهم العلمية والمهنية، مشيدا سموه بجهود الكوادر الأكاديمية والإدارية وكافة منتسبي الجامعة متمنيا للجامعة مزيدا من النجاح. من جانبه أعرب سعادة السفير أمابيل أجيلوس الخامس رئيس الجامعة ومبعوث رئيس جمهورية الفلبين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لحفل التخرج، تأكيدا على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم العلم والتعليم، منوها بما تشهده البحرين من نهضة حضارية شاملة تقوم على بناء الإنسان وتطوير العنصر البشري.